التدريس باللغة الإنجليزية في الجامعات التي تتوفر على أساتذة متحكمين في اللغة بداية من الموسم الجامعي الجاري، هذا ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تكوين الأساتذة في اللغة الإنجليزية، وهو ما رحب به الأساتذة الجامعيون. في العالم اليوم اللغة الإنجليزية هي لغة العلوم، وعدم إتقانها يعني يجعل التحصيل العلمي محدود، كما يحد أيضا من إمكانية التواصل مع الأساتذة والباحثين في الجامعات العالمية. لذلك طرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكوين الأساتذة في اللغة الإنجليزية هذه السنة، تحضيرا للبدء في استعمالها مستقبلا في تدريس الطلبة، وخاصة وأن الدولة تعمل على تأسيس للاقتصاد المبني على المعرفة. الوزارة وضعت عدة مؤشرات للانطلاق في التدريس باللغة الإنجليزية، إذ تستهدف الوصول إلى تكوين 80% بالنسبة للأساتذة في ميدان العلوم والتكنولوجيا، والوصول إلى 100% بالنسبة للأساتذة في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية وميدان العلوم الطبية. البحوث التي تنجز باللغة العربية أو إلى حد ما اللغة الفرنسية يعني تكون مقروئيتها يعني تكون أقل، مرئيتها تكون أقل، وبالتالي فإن إتقان اللغة الإنجليزية يسمح بنشر البحوث في مجلات عالمية، وبالتالي تحسين تصنيف الجامعات الجزائرية. تعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في الجامعات مشروع تعول عليه الوزارة لتطبيق برنامج عمل الحكومة فيما يخص إصلاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.